صباح الخير. اليوم معلومة جديدة في كيبورد الياماها الجديد الـ A5000. طبعا في بعض الناس تقول ان صوت الايقاع اعلى من صوت اللي انا بعزف عليه السولو، وحد يقول ان صوت السولو اعلى من صوت الايقاع. كيف تعمل الليفل الاجست حق هذه المشكلة؟ طبعا بالنسبة للإيقاع عندنا طريقتين، بالنسبة لصوت السولو اللي راح تعزفه هي طريقة واحدة. الطريقة الأولى تروح عند الميكسر، تضغط على الميكسر، تفتح معاك الصفحة هذه. طبعا على طول الكيبورد مضبط على شيء اسمه البان فوليوم. البان فوليوم راح تلاقي عندك هني ستايل والمالتي باد والليفت والرايت 1 والرايت 2 والرايت 3. طبعا بعطيك مثال، هذا حين إيقاع خليجي صوت العود. لو تلاحظون صوت العود عالي وصوت الايقاع عالي. كيف تنزل الايقاع؟ تنزل الايقاع تي عند الستايل، تضغط تحت هني على الاجست ماله، وتروح مثلا عامل له بالهذي، تنزل كامل الايقاع مع المصاحبات. لاحظ صوت العود اعلى. تروح بعد العود وين؟ في الرايت 1، تروح عند الاجست مال الرايت 1 وتروح منقص على الفوليوم اللي انت تبغاه. بكذي انت تسوي اجست ما بين الايقاع وما بين الصوت اللي انت راح تعزفه. طيب هاي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه، يمكن يجيك واحد من يسأل يقول لك لا انا ما ابغي انزل الستايل مع المصاحبات كامله، انا ابغي انزل بس ترك البيز لوحده او ترك الكورد لوحده. طيب كيف نعمل الطريقه هاي؟ نفس الشيء، تدش على الميكسر نفس الصفحه اللي هي البان فوليوم، راح تلاقي هني فوق في الخيارات فوق هني بانل ستايل مالتي باد، تي ال ستايل. لما تضغط على خانه الستايل يفتح معاك الثمان تركات اللي هي الخاصة بالإيقاع مع المصاحبات. تروح مثلا الحين شوف عندك هني تعمل أجست، الترك الأول ريثم 1، شوف تطول عليه، شوف كيف تتحكم، تبغي البيز تعلي على البيز تعلي على البيز أو إنك أنت تنقص عليه. الكورد مثلا نفس الطريقة تعمل هني. بالطريقة هاي انت راح تسوي اجست حق كل الريثم المصاحبات اللي وجاي معاه. زين، وهني وتروح هني هاي الطريقة تروح تلعب على طول، تروح تلعب على طول ويكون عندك الصوت متساوي، لا صوت البيز فوق ولا صوت الريثم تحت. بس